عن LBCI. مساء الخير، هذه أبرز عناوين نشرة الليلة. سليمان يوقع التمديد ويطعن به للإتاحة للمجلس أن يقصر مهلة التمديد. سوريا تعاير تركيا بأنها تمارس الإرهاب بحق الشعب التركي. خطة تطوير وسط اسطنبول تشعل مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، وأردوغان يقر بالاستخدام المفرط للقوة. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير. سوريا تعير تركيا بأنها تمارس أسلوبا إرهابيا في حق شعبها. أليس هذا الخبر هو المعشات الذي يفترض أن يتقدم على ما عداه من أخبار، حتى ولو كانت توقيع التمديد ثم الطعن به؟ سوريا تقول إن الشعب التركي الشقيق لا يستحق هذه الهمجية، ولا مبرر أن يتحدى أردوغان شعبه، وأن قمعه لتظاهرات السلمية أمر غير واقعي ويكشف انفصاله عن الواقع. واضح أن سوريا تعير تركيا بما كانت تركيا تقوله عن النظام السوري وعن الرئيس الأسد. ويأتي هذا التشفي السوري في وقت تنهي معركة القصير أسبوعا جديدا، في وقت تعلن الأمم المتحدة أن العالم يتابع معركة القصير بقلق بالغ. لبنانيا، وعلى عكس الشائع والأسباب الموجبة التي تضمنها اقتراح التمديد لمجلس النواب، فإن البلاد عاشت يوما هادئا يصلح لأن تجري الانتخابات في ظله. هذا الهدوء هو الأول بهذا المنسوب العالي منذ أشهر، وكأن سحر التمديد قد فعل فعله، أو كأن ما كان يحدث كان جزء منه مخصصا لتمرير التمديد. هذا التمديد الذي تلقى اليوم صفعة دستورية من رئيس الجمهورية الذي طعن به أمام المجلس الدستوري، ومنه نبدأ. إذن صدور قانون التمديد في الجريدة الرسمية، ورئيس الجمهورية يطعن به. في سباق مع ما تبقى من ولاية المجلس الحالي، وقع رئيس الجمهورية قانون التمديد للمجلس فأصدرته رئاسة الحكومة بملحق في الجريدة الرسمية، وفي الموازاة وقع طعنا معللا بقانون التمديد وأرسله إلى المجلس الدستوري خارج الدوام. وفي كلمته إلى اللبنانيين، عرض الرئيس ميشيل سليمان لحيثيات قراره وللدوافع التي أملت عليه الطعن. لكل ما تقدم كان قراري من بين الخيارات المتاحة لي بين التمديد الطويل أو الفراغ أو إجراء انتخابات متسرعة قد تشوبها الشوائب بعدما تكاثرت العراقيل أمام سلامتها وشفافيتها من خلال التأخير بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، أو من خلال المراوحة في إنجاز التحضيرات لانتخاب اللبنانيين المقيمين في بلاد الاغتراب. رئيس الجمهورية تمنى على المجلس الدستوري اتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة. وعلى الجميع أن يسمحوا لأعضاء المجلس الدستوري أن يكونوا ناكرين لجميل السلطات التي عينتهم، وذلك بهدف الإتاحة للمجلس النيابي أن ينعقد مجددا للنظر في تقصير مهلة التمديد. أمام المجلس الدستوري مهلة شهر لقبول أو رد الطعن، ووفق المعلومات أن رئيس الجمهورية يتجه إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليفسح في المجال أمام المجلس في حال قبول الطعن أن يمدد المجلس لنفسه مهلة تقنية لشهرين لإنجاز قانون وإجراء الانتخابات. هذا مع العلم أنه وفق المادة 69 من الدستور، المجلس هو في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف الحكومة ونيلها الثقة. المجلس الدستوري بتركيب أمام اختبار صعب، ولكن نواب التمديد 97 هل يؤمنون بعد الآن نصابا لغير مسار التمديد؟ الصواريخ من الجانب السوري تقترب من بعلبك وزحلي، وتسجيل سقوط 2 منذ قليل في جرود بريتال ونحلي قضاء بعلبك. منتصف ليل الجمعة السبت استفاقت سرعين الفوق في بعلبك على وقع انفجار 4 صواريخ في أحراجها. اشتعلت النيران في محيط المنازل، خرج الأهالي وهرع الدفاع المدني والجيش، وبمساعدة الأهالي أخمدوا النيران. إنها المرة الأولى التي تستهدف فيها بعلبك بالقصف من وراء الحدود. مصادر أمنية وروايات الأهالي رجحت أن تكون أطلقت الصواريخ من منطقة الزبداني أو جرود معربون عند السلسلة الشرقية من الجانب السوري. أحد هذه الصواريخ سقط على مقربة من المنازل بين سرعين التحت المسيحية وسرعين الفوق الشيعية. قعدنا نطفي ونساعد الدفاع المدني، نحن يعني شباب تجمعنا كلنا سوا صرنا نساعد الدفاع المدني، قدرنا طفينا الحريق. طب وهي كلها تحت سرعين؟ هيدي القبيلة، سرعين التحت، هيدي الكنيسة القبيلة.
استهداف سرعين كما غيرها من القرى والبلدات في بعلبك الهرمل أو القاع لا يميز بين أحد. دولة هي تحافظ على أمنها الشعب وتحافظ على أمنها الأطفال، وإلا بده الشعب يتصرف أعمال لا تحمد عقباها. ونحن بنرفض كل الأحزاب وكل اللي بده يقتلونا وكل العالم اللي عم تحارب بنرفضه مين ما كان، واللي بده يجي يصابنا بده يأذي لبنا الأزية مهما كان. في سرعين كما في غيرها وعلى طول الطريق ترتفع صور مقاتلي حزب الله الذين سقطوا في القصير. إنها معركة وجود ومصير بالنسبة إلى الأهالي، وطالما أن صوت المدفع لن يهدأ على الجبهة السورية فإن الأراضي اللبنانية ستبقى مهددة في أي لحظة. تمكنت مديرية المخابرات من دهم مكان وجود المخطوف محمد سمير الحموي نجل مسؤول الهلال الأحمر السوري في منطقة بريتال وتحريره، فيما فر الخاطفون باتجاه جرود المنطقة. وكان الحموي خطف الشهر الماضي في بيروت. بان يحض المتقاتلين في القصير على تحييد المدنيين، والائتلاف السوري يجدد رفضه المشاركة في مؤتمر جنيف 2. غدا أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية تمسك المعارضة بشروطها لجهة رفض المشاركة في مؤتمر جنيف 2 ما لم تتوقف العمليات العسكرية في سوريا. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المعارضة السورية تستميت في الدفاع عن مدينة القصير، محاولة الصمود بوجه الطوق المحكم الذي فرضه الجيش السوري وحزب الله على المدينة. وقد نقلت الآFP عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات مستمرة في شمال مدينة القصير، والمقاتلين المعارضين يحاربون بضراوة، فيما عزز الجيش المواقع التي تقدم إليها شمال المدينة وبينها مطار الضبع العسكري والجوادية والبساتين في المنطقة. جبهة التوحيد مصدر لأهل القصير. في هذا الوقت بثت مواقع المعارضة تعزيزات يرسلها الجيش الحر إلى مناطق في القصير. اللواء الرشيد يتجه إلى القصير. راح يشوفوا يوم ما شافوا إن شاء الله. يا القصير حنا معك إلى الموت. وكالة سانا تحدثت من جهتها عن تدمير ما أسمته أوكار الإرهابيين في الحارة الجنوبية الغربية من المدينة وعلى محور الضبع القصير، كذلك في البويضة الشرقية بريف المدينة. وقالت إن الجيش السوري سيطر على أبنية وسط القصير، كما أشارت إلى أحباط محاولة تسلل من لبنان باتجاه قرية تابعة للقصير. في غضون ذلك حض الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف كافة على بذل أقصى جهد لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين وتركهم يغادرون القصير. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن آلاف المدنيين الذين لا يزالون في المدينة، بينهم نحو 1000 جريح، واصفا الوضع الصحي والطبي بالسيء جدا. إلى ذلك لفت موقف لوزير الإعلام السوري عمران الزعبي في تعليقه على الاحتجاجات الشعبية في اسطنبول، فقال إن قمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان للمظاهرات السلمية أمر غير واقعي ويكشف انفصاله عن الواقع. الرئيس عمر كرامي رأى في الذكرى 26 لاغتيال الرئيس رشيد كرامي أن لبنان بلد مع وقف التنفيذ، داعيا إلى مؤتمر وطني لتوحيد المواقف من القضايا الكبرى. ولا تتركوا طرابلس تغرق في حمام دم، في حروب عبثية لن يصفق لها إلا عدوكم، وعدوكم هو عدو لبنان وعدو العربي وعدو الإسلام إسرائيل. وليكن خياركم الوحيد يا أبناء الفيحاء المكلومة هو الدولة. لا خلاص للبنان إلا بقانون انتخابات عصري يؤمن الحد المطلوب من التمثيل العادل والصحيح ويخرجنا من بؤر المذهبيات القاتلة. أن المطلوب هو حكومة إنقاذ أو حكومة طوارئ لديها مهمة واحدة وحيدة، وهي تثبيت الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي والحفاظ على ما تبقى من المؤسسات الشرعية. رد الحزب الديمقراطي اللبناني على تصريح العماد ميشيل عون حول تحديد خيارات النائب طلال إرسلان بأن يكون على لائحة التيار الوطني الحر أم لا، فتمنى على عون أن يصحح معلوماته بأن إرسلان لم يكن ولا يوم على لائحة التيار الوطني الحر، بل كان بموقع الحليف، داعيا عون أن يحدد من هو الصديق والحليف وأن يستغني عن التعاطي مع القريبين إليه من موقع الأحادية المدمرة مع كل حلفائه الذين سيخسرهم جميعا في حال التمادي بهذا الأسلوب الفوقي والمرفوض منا جميعا كما جاء في البيان. تهديد العمري في برج البراجنة جاي دورك. قصر بعبدة والأبواب المفتوحة، تابعونا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد. نتابع النشرة مع أزمة دار الفتوى. اجتماعان للمجلسين المنتخب والمنتهي ولايته في الوقت عينه. يمضي المجلس الشرعي الإسلامي في انقسامه، وبدل الاجتماع الدوري الشهري هناك اجتماعان للفريقين المتنازعين. في دار الفتوى اجتماع ترأسه المفتي الشيخ محمد رشيد قباني استعرض تحديث وتطوير العمل في دار الفتوى ومؤسساتها. كما عرض المجلس الشرعي لقرارات مفتي الجمهورية بتكليف مفتي المناطق، حيث أكد على شرعية ومشروعية هذه القرارات، واستنكر التعدي على مقام مفتي صيدا وأقضيتها فضيلة الشيخ أحمد نصار. الفريق الثاني من المجلس الشرعي اجتمع في مكتب أحد أعضائه بسام برغوت، آخذا على المفتي مخالفة القوانين واصفا قرارات التعيين الصادر عنه بأنها باطلة. مفتي الجمهورية لا يتقيد بالأنظمة والقوانين والقيم العليا لمنصب الإفتاء السامي، حيث يصر على اتخاذ قرارات خاطئة وشخصانية تضر بوحدة المسلمين والمصلحة الإسلامية العليا. كذلك قرر المجتمعون ترك جلساتهم مفتوحة لمتابعة ما وصفوها بالظروف الخاصة التي تمر فيها دار الفتوى. ما الذي حصل مع رئيس هيئة العلماء المسلمين في برج البراجني؟ هكذا وجد الشيخ أحمد العمري سيارته صباح السبت، وعلى جدار منزله الكائن في برج البراجني كتب جاي دورك. رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان وإمام جامع الروضة في برج البراجني يقول أن مواقفه الداعمة للثورة السورية هي السبب في الاعتداء الذي تعرض له. هناك رسائل كثيرة جاءتنا من خلال سفهاء وحمقى، هذه حجة طبعا أهل المنطقة، تحديدا قيادتي حركة أمل وحزب الله، يقولون بأنه هناك عناصر غير منضبطة أحيانا تأتي إلى المنطقة فتشتم وتسب وتلعن الذي يعني يطال النظام السوري أو الذي يطال رئيس النظام السوري. الجماعة الإسلامية استنكرت التعرض لسيارة الشيخ العمري، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث لن تجرها نحو الفتنة. اعتداء على السلطة الرابعة في البداوي. الجسم الإعلامي في طرابلس في دائرة الاستهداف مرة جديدة بعد الاعتداء الذي تعرض له الزميل المصور في الوكالة الفرنسية غسان سويدان في منطقة البداوي. مشينا على طريق البداوي تحت الفرعين، فانه واحد ماشي بيمشي على مهله، يعني ماشي على المهله، انا تمر السياره انتبهنا عليها انه هي ماشي ورانا الى وقت. وصلنا على يعني قبل محل عامر قريش او جامع صلاح الدين بالنزله، غمز الزلمه قطع عني. وصلنا قدام باب الجامع، صف سيارته بعرض الطريق ونزلوا بالسلاح وبلشوا فينا الضرب. قبل فترة كمان كان معه رابيد الشاب هذا، هلا كان طلعنا بمرسيدس. قبل فترة قبل المعركة الأخيرة بكم يوم كمان وقفنا بنص الطريق قدام جسر الملولة. سويدان طالب القوى الأمنية بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصا وأن الصحفيين هم دائما المستهدفون والحلقة الأضعف في أي مكان كما يقول. قصر بعبدة يفتح أبوابه أمام المواطنين. الأول من حزيران 2013 يوم فتحت فيه أبواب القصر الجمهوري، في سابقة ستتحول في كل سبت مطلع كل شهر محطة ثابتة أمام العامة وكل من يريد دخول القصر وقاعاته. في يوم الأبواب المفتوحة أخلى ساكن القصر مكتبه في مبادرة منه وعقيلته وفاء لكسر الحواجز البروتوكولية ولتلاقي اللبنانيين. كتير حلو بتشوفي على وجوه الناس حابين يسألوا عن كل مثلا لوحة، كل شيء موجود بالقصر، كل قاعة مين بناها، أي عهد رئيس. جولة كل وفد تبدأ بالحصول على كتيب وفيه نبذة عن تاريخ القصر والرؤساء السبعة الذين سكنوه منذ العام 69 والرئيسين بشير الجميل ورني معوض اللذين استشهدا قبل دخوله، من مكتب الرئيس إلى قاعة اجتماعاته إلى سالون السفراء، فقاعة الاستقلال وصولا إلى قاعة 25 أيار مرورا بحديقة الرؤساء، محطات تعبر بعيدا من اللبنانيين ولا تحفر عميقا في ذاكرتهم إلا بمشاهدتها بأم العين.
كتير حلو، حبينا الشيء، ويعني مرسي انه خلونا نجي يعني لهون على القصر، تعرفنا على كتير اشياء حلوه، هلا صرنا نعرف اكثر وفدتنا كتير يعني عن تاريخ لبنان. رحله استكشاف القصر الجمهوري تنتهي بصوره تذكاريه، ويوم الابواب المفتوحه كان في عهد الرئيس امين لحود ليومين في يوم التراث العالمي، وفي العهد الحالي سيتحول الى تراث ثابت في رئاسه الجمهوريه. المزيد من الأخبار المحلية في التقرير التالي. الأوضاع على الحدود اللبنانية السورية عرضها قائد الجيش العماد جان قهوجي مع أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، كما استقبل قهوجي مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. كرمت البترون الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في احتفال دعا إليه منتدى البترون للثقافة والتراث، حضره حشد من أبناء المنطقة وفاعلياتها، وألقيت خلاله كلمات أشادت بمزايا صفير وبدوره الوطني. في حالات أزيحت الستارة عن نصب للمفكر والسياسي إدوار حنين بدعوة من جمعية أندية لايونز الدولية وجامعة الأيو تي، تخلل الحفل بالإضافة إلى الكلمات فيلم وثائقي عن إدوار حنين. دقت بلديات الشوف ناقوس الخطر نتيجة تعاميم وزارة الداخلية التي وصفتها بالمخالفة للقوانين، متهمة الدولة بمحاولة إفلاس البلديات بعد اقتطاع نسبة كبيرة من عائداتها، ليتبقى للبلديات فقط نسبة 15% من هذه العائدات، ما ينعكس شللا في عملها، ودعت إلى توزيع عادل للثروة الوطنية. برأيك أين ستنفق أموال النفط؟ الجواب في فقرة هايد بارك. إنه وين بدهم يروحوا؟ بجيب الوزراء والنواب المسؤولين. ربع هدول المصريات بياخذون يمكن النفط، وثلاث ارباع بينسرقوا على الجيب تبعوا للزعماء. وين بدهم يروحوا؟ يعني بينصرفوا على السيارات، على المطاعم، على تذكرات السفر لبرا ليعملوا سياحة بجيوبهم. لك يا عمي بدهم 40 سنة ليطلع النفط، ولحتى يستثمروا ليطلع من هلا لأربعين سنة. بقول أنا بتشارك، أنا الناس بتضحك علي، بقول لهم شوفكم بعد 60 سنة، وأنا قدي عمري بعد 60 سنة، يعني بعد 150 سنة لشوفهم. لك كله تجليت على العالم ونصب على العالم وعونت على العالم. ما هي أساسا هي كذبة. هلا نحن في عنا 42 مليار دين، حيطلعوا البترول، حتطلع بكذبة أنه نحن لازم نسد هيدا العجز من فائض البترول، بينما المصاري حتروح لجيب الزعماء. يعني على الحالتين رجعوا سرقونا مرة تانية باسم البترول. فبترول نووي اللي بدك يبي يطلع بلبنان حيضل الزعماء، ونحن حنضل نرعم. إجراءات جديدة لقوى الأمن الداخلي للتخفيف من ضغط السير باتجاه بيروت. يوم الأحد هو بمثابة كابوس لكل المتوجهين من الشمال باتجاه بيروت تزداد وطأته خلال الصيف، والسبب زحمة السير الخانقة. بهدف تفادي احتجاز المواطنين لساعات في سياراتهم، وجدت قوى الأمن الداخلي الحل في تحويل جزء من السير على الطريق البحرية. اختياريا منحول يلي بيرغب على مستديرة الطبرجة، بينزل على الخط البحري باتجاه كازينو لبنان، بدل مكمل على كل خط الساحل تبع خليج جوني ليوصل على ساحة ملعب فؤاد شهاب، بيكمل على الخط البحري أو على السوق القديم لجوني ليوصل على المستديرة الثانية اللي هي مستديرة القاعدة البحرية، من هونيك بدل مكمل ليوصل على نادي الضباط وبيستلم الطريق البحري الأساسية. هذا التدبير سينفذ أيام الأحد بين الساعة 4 من بعد الظهر والتاسعة مساء، ويتضمن تحويل السير باتجاه واحد على الطريق البحرية ومنع ركن السيارات على جوانب الطرقات. كذلك تم تحديد أكثر من مدخل للطريق. أول مدخل راح يكون عندها عن مستديرة طبرجة، ثاني مدخل على الكازينو، طريق اللي بتودي من الكازينو باتجاه الطريق البحرية كمان، ثالث مدخل مدخل غزير بيكمل منه كمان في سمطة بحرية، هذا الثالث، رابع مدخل على جسر شنانعير وجسر فؤاد شهاب. بدءا من هذا الأحد سيبدأ العمل بهذه الخطة على أن تستمر خلال فترة الصيف. خلية كيميائية في العراق وتقسيم يهدد حكومة إردوغان، ابقوا معنا بعد الإعلان. أهلا بكم من جديد، نتابع نشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال خلية كانت تستعد لشن هجمات كيميائية ضد أهداف في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع أجهزة استخبارات أخرى. وعلى وقع التطورات المتسارعة، عقد قادة العراق اجتماعا موسعا لمناقشة الأزمات السياسية في البلاد، حيث قتل أكثر من 1000 شخص في أيار بحسب أرقام الأمم المتحدة. هل يلوح ربيع تركي في الأفق؟ الأتراك في الشارع ورئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان في عين العاصفة، عاصفة الغضب الشعبي الذي تفجر ليلة الاثنين احتجاجا على قطع أشجار في أحد منتزهات ساحة بقسيم في إسطنبول في إطار خطة حكومية لبناء مجمع إسمنتي مكان المنتزه. الأشجار كانت البداية لتخرج للمرة الأولى شعارات تطالب بإسقاط إردوغان وحزب الحرية والعدالة، وتندد بإدارته للبلاد وتحويله الدولة العلمانية إلى دولة إسلامية. لجأ الأمن التركي إلى مواجهة المتظاهرين السلميين بعنف، فاعتقل العشرات، كما أصيب أكثر من 30 متظاهرا قبل أن تنسحب الشرطة من الشارع بعد الظهر. لكن رغم ازدياد عدد المتظاهرين وامتداد الاحتجاجات إلى إزمير والعاصمة أنقرة، بقي إردوغان مصراً على ما سماه المضي قدماً في مشروع تنمية ساحة تقسيم، في حين دعا رئيس الجمهورية عبدالله جول في بيان إلى تغليب المنطق في الأزمة. لا للفاشية، لا للديكتاتورية الدينية، ردد المتظاهرون في ساحة تقسيم. ربيع تركي بدأ يلوح في الأفق. إلى الفقرة الطبية مع دكتور لبيب غلمية. مساء الخير. فيروس جديد عم بيهدد العالم بأكمله. أكيد كتار منكم سمعوا بالسارس كورونا فيروس لما تفشى بآسيا بال2003. مؤخراً نوع جديد من الفيروس شبيه بالسارس نوجد عند الإنسان وما زال عم ينتشر. عدد الإصابات بالعالم صار 55 لغاية اليوم حسب منظمة الصحة العالمية. الحالات الأخيرة تم إحصائها بالمملكة العربية السعودية. لهالسبب التقينا مع الدكتورة سهى كنش، خبيرة الأمراض المعدية ورئيسة دائرة الأمراض المعدية وبرنامج مراقبة العدوى بالمركز الطبي بالجامعة الأمريكية ببيروت، حتى نشوف شو عندها تقول حول هالفيروس، عن أسلوب انتقاله وأثره على بلدنا. دكتور كنش، شو هو الكورونا فيروس وشو هن عوارضه؟ كورونا فيروس هو نوع من أنواع الفيروسات اللي بتعمل التهابات، اللي هي ممكن تكون التهابات بسيطة بالجهاز التنفسي، وممكن هالفيروس يسبب قصر بالكلى. كيف الشخص يقدر يفرق بين الرشح العادي والالتهاب بالكورونا فيروس؟ إذا العوارض تطورت بشكل أكثر من اللي منتوقعه من عوارض الفيروسات الرشح التانية، أو إذا صار في التهاب رئتين حاد والمريض ما تجاوب على الانتيبيوتكس تبع البكتيريا، ساعتها لازم نفكر بهالفيروس. من وين جاي هالفيروس؟ في دراسات عم بتبين انه ممكن مصدر الفيروس من حيوان معين، ومن المرجح انه الفيروس اجا من حيوان الوطواط، بلش بالاردن، بعدين بالسعوديه، بعدين بقطر، بتونس، هلا في حالات بفرنسا كمان بإنجلند. بينتقل عادة عن طريق التنفس أو عن طريق الرذاذ، يعني إذا حدا عطس بوجهك أو هو عم يحكي صار في رذاذ، ممكن ينقل الفيروس من شخص لشخص تاني. شو هن الاحتياطات اللي لازم الأشخاص اللبنانية يعملون تما يلقطوا الكورونا فيروس؟ مثل أي فيروس تاني من الفيروسات التانية اللي بتعمل عوارض رشح، لازم لحتى يتفادى ليلقط هالفيروس إنه يبعد عن حدا عم يسعل أو عم بيعطس حده. هل ممكن هالفيروس يجي على لبنان؟ احتمال ممكن يصير، لأنه الفيروس صار منشاف بعدة دول مجاورة للبنان. هل هالفيروس له علاج؟ مثل كل الفيروسات اللي بتسبب الأمراض الرشح والجهاز التنفسي الالتهابات، أكتريتها غير الإنفلونزا ما لهم علاج. والآن إلى صفحة الرياضة مع ربع. مساء الخير. الغطس للبعض ليس هواية فقط، بل هو وسيلة لبداية مغامرة وللاستكشاف.
فريق من الغطاسين المحترفين مؤلف من عدة جنسيات ومن بينهم 3 لبنانية رح يتوجهوا إلى مغامرة استكشاف أعماق البحار والكهوف اللي ما زالت عالم مجهول ينتظر من يكشف عن أسراره الدفينة. نحن فريق من عدة جنسيات بالعالم، صرنا سنتين عم نتحضر تنروح على زيمبابوي بمنطقة اسمها تشينوي، هناك في مغارة موجودة. نحن رح نكون 3 لبنانيين موجودين بالفريق، كل واحد عنده دور كتير مهم. أنا رح كون البوش دايفر. المعدات المتطورة ستساعد الفريق للوصول إلى عمق يصل إلى 200 متر. الغمق اللي واصلين عليه قبلنا هو 100 متر، فنحن رح نكون أول عالم رح نقطي هالغمق. It's a dive propulsion vehicle. بهيك أغمق نحن رح يكون الغمق اللي رح نوصل عليه بين 120 و180 بركي لحديت 200 متر. تحت ما فينا نعمل كتير جهد، ما فينا نعمل بالماج كتير، فعايزين هالمكنة. وبدوره شرح قائد الفريق عن سبب اختيارهم للكهف الموجود بزيمبابوي وليس أي بلد آخر. كهف تشينوي له أهمية تاريخية بالنسبة إلى شعب زيمبابوي، إنه فريد من نوعه في بنيته ومساحته وحجمه. الفريق سيكون بطريقه لاكتشاف عالم ساحر لا يزال يحافظ على نقائه، عالم لا يزال يرأس الأسماك والكائنات البحرية. سننجح وسنوثق كل شيء بالفيديو وسنقوم بدراسته إلى أقصى الحدود وسنكشف المدى الحقيقي لمنظومة الكهوف. هذا كان كل شيء لليلة، عودة لكم ديما ويزبك. شكرا ربا. إلى صفحة الأحوال الجوية وإليز. مشاهدينا مساء الخير. طقس مستقر مثل ما عم تلاحظوا عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتحديدا على لبنان. جو الليل رح بيكون اجمالا صافي مع حراره بتسجل اقصاها على الساحل 20 درجه. بكره الجو رح يستمر ايضا صافي بالاجمال مع ارتفاع ملحوظ بالحراره لتوصل ل 33 درجه اقصاها على الساحل وبالبقعه بتسجل 36 درجه. الرياح لبكره رح بتكون جنوبيه غربيه حال البحر خفيف ارتفاع الموج، اما الرطوبه رح تتراوح بين 50 و85%. كيف رح بيكون طقس الايام المقبله؟ الاحد صافي اجمالا مع 33 درجه، الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بالحراره لتوصل 28 درجه اقصاها على الساحل، الثلاثه والاربعة قليل الغيوم الاجمال مع استقرار بالحراره على 27 درجه. والليله كمان صوركن للطبيعه اللبنانيه. الصوره الاولى لعبد الرحمن الصديق من منطقه بيروت، الي عزار وصوره من منطقه علمز غرتا، فايز لحود بعت لنا صورة من عمشيت، ستيفاني أفيديسيان وصورة للمينا طرابلس، شارلي نصر وصورة من كفر ياشيت. مشاهدينا هذا كان كل شيء، مزيد من التفاصيل عن طقس الايام المقبله بتلاقوها اكيد بنشره جديده بكره، ودائما بنذكركم تعملوا ابلود لصوركم الحلوه على www.lbci.com/weather. تصبحوا على الف خير. انتهت النشره، شكرا لكم والى اللقاء. تصبحون على خير.